كفرد، هل سبق لك أن سألت نفسك عن قوة وتأثير ابتسامتك؟ هل تقدر ابتسامة شخص ما لك؟ هل تبتسم أصلاً للأشخاص الآخرين؟ في كثير من الأحيان نحن نقلل من قوة اللمسة والابتسامة والكلمة الطيبة والأذن الصاغية ومن المجاملة الصادقة وحتى من أصغر فعل ينم عن الرعاية، مع أن جميعنا لدينا المقدرة على تطوير الحياة من حولنا وجعلها أفضل. التبسم في وجوه الآخرين فيه الكثير من الفوائد العاطفية والبيولوجية، والتي بوسعها أن تجعل يومنا أفضل بالنسبة للكثيرين من المتعطشين للابتسامة. وليس ذلك بالضرورة منوط بالشخص الذي لديه حياة مثالية، ولكن بالشخص الذي يقتنع بتقاسم السعادة مع الآخرين. في الواقع، الإنسان الحقيقي هو ذلك الشخص الذي لديه وعي حول الابتسام، مع أنه قد يمر في بعض الأحيان بيوم عصيب عليه، ولكن مع ذلك يظل قادرا على الابتسام بوجهك حين يراك. وبهذا يكون هذا الشخص مبعث قوة بداخلك. للابتسامة قوى عديدة، ومن ضمنها نود أن نسرد لكم 5 منها. أولا، تحسين المزاج. ثانيا، تساعد على الحد من التوتر. ثالثا، يجعلنا أكثر جاذبية. رابعا، إنها معدية. خامسا، الابتسامة عالمية.